إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس في درس صغير جدا عن ما هو نوع الورم على المبيض اللي ممكن يصيب الطفلة الصغيرة في سن مبكر جدا. طبعا وجود ورم على المبيض الطفلة أو الفتاة خبيثا أما أو كان حميد، هذا الورم عبارة عن تكاثر للخلايا ونمو للأنسجة الجسمية بشكل غير طبيعي. وطبعا أسباب هذا الورم عادة غير معروفة، وفي بعض البحوث بدأت يعني تقرب من إجابة هذا السؤال. ممكن يسبب خلل في خلايا المبيض مما أدى إلى خلية واحدة حصل لها خلل في نظام الخلية، وأيضا مما أدى إلى تكاثر هذه الخلايا التي كانت مفقودة النظام، مما أدى إلى ورم صغير في سطح المبيض، مما أدى إلى سرطان، أما يكون سرطان خبيث أي أن الخلايا السرطانية تحارب هذه المنطقة وتحارب الخلايا الأخرى، أو سرطان حميد وهي خلايا لا تحارب هذه المنطقة بس هي قابلة يعني للانتشار. هذه الخلية ممكن تنتشر إلى منطقة، ممكن يسبب لنا سرطان متعددة، بس هذا السرطان غير خبيث يعني حميد، يحصل فقط انتفاخ والأعراض لا تظهر إلا بعد الانتفاخ أو بعد تطور المرض يتحول من حميد إلى خبيث. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.